للوقوف على حقيقة الوضع في القطرون معي السيد عمر حمودة، عمر عمورة، عميد بلدية القطرون. سيد عمر أهلا بك. أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك. مرحبا، مساء الخير. السلام عليكم. السلام والرحمة. أهلا بانضمامك إلينا وشكرا لذلك. الأحداث في القطرون يعني ساخنة، والمواجهات يعني نبيلة ومقدسة وهدفها الوطن، وهناك يعني معلومات على حساب مديرية أمن القطرون توصف الحالة الأمنية اللي حصلت يعني اليوم الخميس، وتنسب الإعلان لغرفة عمليات الجيش بأن العمليات انتهت جزئيا وعاد جميع المقاتلين من أرض المعركة، وبعد أن قاموا بالتعامل مع مجموعة من المنتسبين لتنظيم داعش، والمعلومات تقول أنهم كانوا 9 من الإرهابيين تمكنوا من القضاء على بعض منهم، والبعض الآخر يعني لاذ إلى الجبال أو مناطق مرتفعة وقاموا بتفجير أنفسهم. على كل احنا نبيك تنقلنا إلى حقيقة الأوضاع هناك وطبيعة العمليات اللي تمت حسب المعلومات اللي متوفرة لديك. سيد عمر عميد بلدية القطرون، تفضل. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. نحن الحمد لله داخل بلدية القطرون، الحمد لله الأوضاع الأمنية مستقرة داخل بلدية القطرون. نعم. والأحداث التي حصلت طبعا خلال اليومين الماضيين كانت هناك دورية في مهمة عمل سريع من سرية سوريا من أرانا، كانت مهمة عمل واعترضها مجموعة إرهابية مسلحة قتلت 2 واستشهدوا على هؤلاء 2، وعلى أثر ذلك تتبع أطراف الكتائب الأمنية الموجودة منطقة أثر هذه المجموعة الإرهابية التي كانت بالفرار خلال المناطق الحدودية مجاورة لبلدية القطرون، وتنادت كل الكتائب الأمنية والقوى المساندة مديرية أمن القطرون التي تتبع وزارة الداخلية. الكتائب الأمنية الموجودة داخل مديرية القطرون هي كتائب شهداء من أرانب، كتائب كتيبة خالد بن وليد، سرية 128 ودرع الصحراء التي تتبع القيادة العامة. وكان العمل المشترك ما بين وزارة الداخلية التي تمثل في مديرية أمن القطرون والكتائب الأمنية الموجودة داخل المنطقة هي تتبع القوات المسلحه، وكان عمل ما بين يعني هي معزوفه وطنيه اشترك فيها كل الوطنيين المنتسبين لقوات الجيش، القوات المسلحه، وايضا منتسبي الامن تبع وزاره الداخليه، كل ادى دوره والهدف هو الوطن والهدف الاسمى هو القضاء على الارهاب وهذه الحركه المريبه الملطخه بكل ارهاب وبكل دمويه، والعمل كان مشترك. اذا يعني الآن الأوضاع حسب الخبر اللي منشور على حساب مديرية أمن القطرون يقول أن العمليات انتهت جزئيا، هل هذا يدل أن العمليات ما زالت مستمرة من قبل القوى الليبية الأمنية الوطنية، سواء كان القوات الجيش، قوات مسلحة، وقوات الأمنية تابعة وزارة الداخلية، هذا العمل المشترك ما زال مستمر، ولا يعني تقول أن ربما وصلت لنهايتها؟ نحن الان ننتظر في التقرير النهائي ان شاء الله، لكن حسب المعلومات التي وردت لدينا قبل ساعه او ساعتين تمت العمليات، لكن ننتظر في التقارير النهائيه. وكل الذين تصدوا للاعمال الارهابيه هم افراد من القوات المسلحه ووزاره الداخليه، وهم طبعا ليبيون، ولم تكن اي قوات اجنبيه من الخارج هي اللي دافعت عن حدود الوطن. اللي دافع عن حدود الوطن هم الليبيين، صدوا عن حمايه الوطن، وحفظ الله ليبيا وحفظ الله الجميع ان شاء الله باذن الله. تمام. اذا انا اتفهم ان ربما هناك بعض المعلومات الامنيه اللي مش وقت الان الاشاره اليها. اشكرك، يبدو ان هناك اخبار ستاتينا تباعا. السيد عمر عموره عميد بلديه القطرون، اشكرك لمداخلتك واثراءك المشهد بهذه المعلومات المهمه. اذا عملية أمنية واسعة مشتركة شاركت فيها القوات المسلحة الليبية وأيضا قوات الأمن التابعة للجهاز الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
عمل وطني متكامل يحيي فيه الشباب من الجهزين